السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير كلكم أخواتي. مرحبا بالمشتركين الجدد اللي دخلوا القناة. كل من شاف الفيديو فضلا وليس أمرا حطوا لنا لايك. اليوم إن شاء الله راح نحتاجوا في العمل تاع اليوم، نحتاجوا المناديل تاع المطبخ، راح نزينهم بهذه الطريقة السهلة البسيطة. نحتاجوا كذلك الخيط هذا ولا الخيط الاخر اللي شويه خشين، هذاك تاع الحوف ولا اي خيط تاع كروشي، ونحتاجوا الكروشي. وان شاء الله راح نبدأ طريقة العمل. نديروا اولا العقدة هكا. انا الفيديو جاني طويل فقط يعني سرعته شوية. ديروا العقدة، نركبوها اولا في القطعة تاع الغرزة، يعني الغرزة درت انا المنزلقة. نركبوا الكروشي اولا ثم نسحبوا هذيك العقدة اللي درناها، نجبدوها هكذا ونروحوا نديروا غرزة يعني تاع منزلقة او غرزة نصف عمود، يعني كل واحدة. وانا روحت بالمنزلقة يعني في كامل العمل هكا. وتروحوا يعني السربيتة اذا ما كانت فيها هاد الكفة وهاد الاخرى يعني معليش خدموها بدون ما تكفوها، خصوصا لكتو يعني مقطعين السرابيت وحدكم يعني تخدموهم بهذه الطريقة، يعني سهلة جدا. ان شاء الله تكون تبان معكم الطريقة هكا، يعني بالخف راح كل المناديل تاع المطبخ راح نزينهم بهذه الطريقة. ان شاء الله لا تفرحوا بهم بيوتكم في شهر رمضان ان شاء الله. هما السرابيت نحتاجهم مطراشا، نحتاجهم يعني طول السنة يعني في البيت، سواء للضيوف او لك يعني في بيتك خدمي يعني على حسب لون السربيتة. انا درت هذا اللون الاحمر، بامكاني كنت ندير اخضر او ازرق على حسب الخطوط اللي موجودين في المنديل. وتروحي هكا يعني على هذاك التور، تروحي كيما هكا بالكروشي غرزة المنزلقة، يعني سهلة جدا اللي تعرف الكروشي يعني راح تعرف لها. تروحي كيما هكا يعني كذلك المناديل تاع الشاي بامكانكم تخدمهم هكا. انا كنت نخدمهم يعني للعرائس، نخدم لهم الطابليه ونخدم لهم كذلك بالكروشي هكا بالمناديل تاع الشاي. ولما نجو هنايا في هذا الكوان راح نديروا العمود بلفه، يعني نديروا هكا صاير داير حتى ندوروا على هذاك الكوان. ولا اللي تحب يعني تعمل مثل الببوشة هكا في القنت هذا، ومن بعد تكملوا الطريقة نيشان. وهذه هي راح نشوفوا في كل المراحل، كل خطرة نعاود لكم يعني باش تتبعوا نفس الطريقة.
وهنايا درت في درت يعني سلسلة ما يشتبه لكم سمحوا لي. بعض الأحيان نقرب العمل يعني العينية دي فوق ما نشوفش غاية البعد، درت هكا سلسلة يعني تروحوا معها هذاك الخط وتعاودوا ترجعوا معها باش ندير واحد البابيون هكا صغيرة، واحد النو يعني نزين به في الأخير. وانتم اللي تحب تعملها وردة أو أي حاجة تزيين يعني يبقى اختياري. إن شاء الله تعجبكم هاد الفكرة تاع اليوم وتديروها يعني في بيوتكم لمالا. يعني درتها هكذا، راح نزيد نكمل يعني واحدة أخرى ونزيد نعاود نرجع على هذيك هكا باش تجيني شوية غليظة على الخدمة. ومن بعد نخيطها بالإبرة والخيط، خيط هذاك النوع بالإبرة والخيط، نثبته ومن بعد نركبه في المنديل. يجي الشكل يعني تاع المنديل في الأخير يجيكم مليح. ثبتها جيدا في يعني وين تحبوا البلاصه وين تحبوا ديروها ديروها يعني هنايا في الكواخير، وثبتها هكا بالابره والخيط. ثبت لها كذلك هذوك الجوانب اللي منا ومنا باش ما يجوش طالعين هكا بالابره والخيط، وتكملوا كل المناديل اللي عندكم بهذا الشكل يعني يجي شكلهم جديد وراقي لما تحطهم يعني في المائده تاع ضيوف ولا تاع هكا تاع رمضان. يعني المناديل نحتاجهم يعني دائما في مطابخنا. ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره وديروها كذلك في بيوتكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك اللي دخل جديد. ان شاء الله كل مره نجيب لكم فكره سهله بسيطه تقدروا حتى ديروها في دياركم. هذا هو الشكل تاعها، هذا هو شكلها النهائي للمنديل تاع اليوم. ان شاء الله يعجبكم من رضاكم وتخدموا في بيوتكم، ويكون يعني لما لا ممكن شي وحده تطلبها منكم كمشروع ولا تخدموها. يعني جا شكلها رائع جدا ان شاء الله يعجبكم من رضاكم عمل اليوم. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله.